هكذا تبدو مدينة بشير الواقعة في جنوب غرب محافظة كركوك، والتي حررت قبل أشهر بسواعد القوات العراقية المشتركة بعد أن كانت تحت سطوة مسلحي داعش منذ قرابة أكثر من سنتين. مدينة أشباح حقيقية لا يكسوها سوى حطام المباني وآثار الدمار التي تجدها هنا في كل مكان. المدى أول قناة تدخل إلى هذه المدينة لرصد معاناة أهلها الذين بدأوا بالعودة تدريجيا إليها مضطرين، رغم أنها غير صالحة للعيش. احنا جينا بعد التحرير قرية بشير، جينا نزلنا بالقرية مالتنا من صرف الإيجار. إيجار هو كان 350 400 ما نقدر عليه، وهذا الحكم لحد ما جانا سألنا يا ابي شو محتاجين انتم، لحد ما واحد بس انتم هسه اول مره وصلتوا هنا تسالون عن جماعه نازلين هالقريه. لا والله مو زينه، قاعدين بهالحر، لا كهرباء لا مي. اي والله قاعدين حاره، شو اسوي؟ هذا هو جهال، كلهم كلهم جهال. لا نقدر مثل ما قلنا سوق، لا مستشفى، لا مدرسه. هسه باشر راح يرجعون الجهال هنا هالمهدومه البيت، شلون راح يداومون؟ شلون راح يداومون على المدرسه؟ أهالي بشير أكدوا عدم زيارة المنطقة من قبل أي لجنة حكومية منذ تحريرها لتقييم حجم الدمار الحاصل فيها لغرض البدء بإعمارها. هسه شوف هاي البيت، هذا بيوتنا قاعدين بيها، أكو واحد من المسؤولين هسه يقعدون بهاي البيت؟ ولا واحد. صار لنا شهرا متحرر القرية، لا واحد يجي يشوف حالنا، لا يساعدنا، كل شيء معكو. قرية 1300 بيت، ما بي 400 بيت ما بي. انت تشوف القريه من بعيد تقول قريه، لما نطب جوها مقبره، لا والله المقبره اخر منه. نطلب الحكومه الدوله العراقيه نطلبها باعاده اعمارها. شوف يعني هذا كله دمار، داعش كله دمار، فجرها داعش. الملف الامني في بشير تسلمه الحشد التركماني، والذي اشار الى ان خط الصد مع تنظيم داعش لا يبعد سوى بضع كيلومترات عن المدينة. نحن الآن في السواتر الأمامية التي تفصل قصبة بشير عن دواعش الأندال، ونحن الحمد لله حررنا قصبة البشير من دنس داعش، ولكن بحاجة تحرير بقية أطراف بشير لتكون قصبة بشير في أمان أكثر، لأن الهوانات وحتى طلقات الأحاديث تصل داخل القصبة. دمار كبير ينتشر في كل مكان داخل هذه المدينة، يحتاج إلى جهود حقيقية للتخلص من آثاره وإعادة بناء ما دمره تنظيم داعش. حمزة السعداوي، قناة المدى، كركوك.